كتاب جيم 2021 الترم الثاني يونت 8 الوحده الثامنه الفوكابلري اكسرسايز تدريبات الكلمات اللي في صفحه 68 نمبر 1 بيقول لي ذا تاور البرج از 146 مترز نوت، يبقى مترز هاي يعني ارتفاعه بمعنى اصح 146 متر، هاي بمعنى ارتفاع. نقط زان 37 مليون 5000 بيبول، يعني عاوز يقول لي ان اكثر من 37 و500 الف شخص، 37 مليون و500 الف شخص بيعيشوا بباريس، يبقى فيه تعبير اسمه مور زان يعني اكثر من، يبقى اكثر من 37 مليون و500 الف شخص ناس بيعيشوا بباريس. هي ما ينفعش هنا اباوت زان او اولد زان، لا هي مور زان يعني اكثر من، مور زان. نمبر 3 وي نيد تو باي، احنا بنحتاج تو باي سام مور ووتر، نحتاج نشتري ميه اكتر. ذيس بوتل الازازه دي بتكون امبتي بمعنى فارغه او فاضيه. نمبر 4 بي كيرفول احترس يو دونت هيت يور هيد، لان انت ممكن تخبط راسك اون ذا دور في الباب، اتس فيري لو بمعنى منخفض، يبقى معنى صح انت هتوطي راسك علشان الباب واطي منخفض، هيت يعني هتخبط راسك في الباب، اتس فيري لو. قول لي بيبول الناس فقط اند باكس والعجل كان جو داون ممكن تمر من هذا الطريق ذات روت بيكوز، بسبب اتس فيري نارو لانه هو ضيق، يبقى نقول على الطريق ضيق عشان كده ما ينفعش تعدي منه غير الناس والعجل بس، العربيات ما ينفعش تعدي. ان اور فيليج في القريه بتاعتنا ويوز نقط، بنستخدم نقط كروز اوفر ذا ليك عشان نعبر البحيره، يبقى بريدج الكوبري هو اللي بنعبر بيه البحيره، بريدج. نمبر 7 ذا فيليج القرية is on the east نقط of the river، القرية بتكون على نقط الشرقية للنهر، يبقى بانك يعني الضفة الشرقية للنهر، ودي كلمة عندنا كلمة بانك بمعنى ضفة النهر عندكم في المنهج. كايرو مترو مترو القاهرة جويس رو بيمر along نقط under the Nile، يبقى يمر خلال تانل يعني نفق، نفق تحت طبعا النيل، يبقى كلمة تانل هنا بمعنى نفق. بعد كده the most important city in our country يعني اكثر مدينة مهمة في دولتنا، اتس بتكون نقط، يبقى طبعا الكابيتال اللي هي العاصمة، الكابيتال دي بتبقى اهم مدينة في الدولة، كابيتال بمعنى عاصمة. بعد كده big cities المدن الكبيرة are always crowded بتكون مزدحمة طبعا with many cars بالعربيات، crowded with هو تعبير اسمه crowded with مزدحم بيه. نمبر 11 the north of Egypt نقط في مصر is about 100 مليون، 100 مليون يبقى نقول population يعني سكان مصر بيكون حوالي 100 مليون، population هنا معنى سكان. The teacher asked us to not quiz المدرس طلب مننا ان احنا نعمل اختبار قصير، يبقى do a quiz هو تعبير يؤدي اختبار قصير، quiz معنى اختبار موجود في المنهج do a quiz. How not is the Nile after Aswan يبقى how wide عايزين نقول كم عرض او اتساع النيل بعد أسوان، قال له it's 1050 meters يعني 2500 متر، يبقى نقول how wide ارتفاعه العرض بتاعه طبعا هنا اللي هو 2500. نمبر 14 the knot is very slow النقط بيكون بطيء، يبقى ترافيك المرور بيكون بطيء، we are going to be late احنا هنتأخر، يبقى نختار كلمة ترافيك يعني مرور، طبعا slow يعني معناه في زحمة بمعنى أصح، يبقى نختار كلمة ترافيك.